الملاحظات الواجب اتباعها لما اجي انشئ لاندسكيب. اول حاجه البساطه، ما يكونش المنظر معقد امامي، بساطه. استخدام اصناف قليله باعداد كثيره، يعني استخدم اصناف عندي محدوده واكثر من الاعداد. عدم الازدحام. في نقطة مهمة جدا اللي هي استخدام محور للتصميم. محور التصميم ده بيبقى عبارة عن محور وهمي باخده من أول نقطة، من نقطة أنا بعايرها عندي، بحيث من النقطة دي أقدر أشوف كل عناصر اللاندسكيب اللي عندي. محور التصميم ده مهم جدا، بيفيدني بعد كده في الطرقات على يمين المحور ولا على شمال المحور. فلازم أبدي مبدأ قبل ما أبدأ إنشاء لاندسكيب أعين محور التصميم ده، محور وهمي أنا اللي بعرفه بخبرتي وبموهبتي في التصميم، بعين محور التصميم اللي عندي، وبعد كده بيفيدني في شبكة الري، وبيفيدني في الطرقات والمشايات وعمدة الإنارة، بيفيدني في كل حاجة. براعي برضو تكلفة الصيانة وتكلفة الإنشاء، دي لازم أراعيها في تصميم اللاندسكيب. بعد كده في أشياء كتيرة، بس عشان مساحة الفيديو هنخش نتطرق لأهم حاجة في اللاندسكيب وهي شبكة الري. بسم الله الرحمن الرحيم. بنتابع أهم حاجة في شبكة الري، أهم حاجة في اللاندسكيب شبكة الري. شبكة الري قبل ما أبدأ بعمل عملية الفحت والرد، بعد كده بأردم مباشرة، وألاحظ لما أجي أردم ما بستخدمش رملة أو طافية مبللة، لازم تكون ناشفة. تاني حاجة بعد إنشاء شبكة الري بضيف السماد، خلطة الرمل والسماد الكمبوست اللي عندي، وبراعي فيهم ان هم ما يكونوش لسه صبحين، يعني يكونوا متخمرين. بستعمل كومبوست ورمل متخمرين، ما يكونوش لسه غير تم التخمر. انا جيت بقى بشبكة الري، اول ما ببدأ خالص لازم احدد الاقطار والتصريف بناء على احتياج النبات اللي عندي. يعني بشوف احتياج النجيلة اللي عندي، لو مستطاع اخضر نجيلة بشوف احتياجها قد ايه، وبحدد ببدأ من الرشاش. اهم حاجة في شبكة الري هي الرشاش، ببدأ تصريف الرشاش بالبداية. بعد تصريف الرشاش بجيب تصريف الخط النقالي، وبعد الخط النقالي بشوف تصريف الخط الفرعي الصب مين والمين لاين، وبعد كده بخش على المضخة. ما ببدأش الشبكة بتاعتي من المضخة زي الناس ما بتبدأ يفحط البير وبعد كده يجيب المضخة وبعد كده يعمل شبكة الري. لا، انا المفروض اللي بحدد عندي شبكة الري نوع النبات اللي عندي ونوع التربة، نوع النبات ونوع التربة، وبعد كده بشوف التصريف بناء على نوع النبات، وبحدد تصريف كل خط، وبعد كده تصريف المضخة، وبعدين البير. عملت شبكة الري وحددت الأقطار و باجي أهم حاجة عندي في تنفيذ شبكة الري براعي الحوائط والممرات، وما يكونش فيه منحنيات كثيرة في شبكة الري اللي عندي، من اجل الصيانه وعشان قوة الاحتكاك وعشان المقاومه لخط سير المياه والضغط والحاجات دي، وقوة الاحتكاك والحاجات دي ما تضعفليش من قوه المضخه وقوه التصريف والاشياء التانية دي. فدي لازم اهم حاجه، وراعي المباني المشاهات اللي عندي، وبراعي الطرقات والمشايات، وبناء عليه بنفذ شبكه الري اللي عندي. طبعا بعد تحديد نوع التربه وتحديد المسطح الاخضر اللي انا هعمله.